بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم روي عن فاطمة الزهراء السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة عندها قال دخل علي امير رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة السلام عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله حيامته من الضعف فقال يا فاطمة السلام عليك بالكساء اليماني فقطعي به فأتيت بالكساء اليماني فقطعته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نور كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان إلا فاطمة بولدي الحسن عليه السلام قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة قبل رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت رواتك وبركاته
سبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد كما هو وزعت يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي إني ما خلقت سوى مبنية ولا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا خلق يدور ولا بحر يدري ولا خلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة وما دون رسالهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب فقال له نعم قد أذنت لك فهبك الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله الألي لا يكرهك السرى ويخصك بالتحيات والإكرام ويذكر لك وعزك وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا مديرا ولا شمس مضية ولا خلق يدور ولا بحر يدري ولا خلقا تسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان انظر معكم فاتاك يا رسول الله صلى الله عليه واله فقال رسول الله صلى الله عليه واله عليك السلام يا امين من الله انه نعمت لذلك لك فدخل جبرائيل ما نطقت الكتاب فقال نعم ان الله قد اوحى اليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام لعبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر لمال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثان بالحق نبيا واستفان بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مافر من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام رضي الله فضنا وفاض شيعتنا رب القاب فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثان بالحق نبيا واستغفان بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في مافر من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم لله وفرج له همه ولا مهموم إلا من كشف له همه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا ما الله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة بحق زهرة وأبيها وبالها وبنيها اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها سبيلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد